السنة النبوية هل ثبتت من حيث ثبوتها؟ هل هي قطعية أم ظنية؟ شكرا زيدو كمل. المتواتر فهو قطعي. كمل كمل، ما زلت يظن الجواب بفغ، ما زال السؤال يتبني سهل من سيوار. يلا تفضلوا. قضية العلماء كذا قيل خوص يعني. لا لا معليش، في خطر الأمة تهدرت، والأمة شنو ندير شغل فيسبوك يلحو ويجرنا الكار هضرنا لكم الدنيا في المسألة هذي. أي غير الدنيا غادي البداية المسألة اللي شرحها ثم زواروث يعني غادي نحوش كونسونتراسيون فين غادي نشرحها كني بالك هذه عايشين 170 سنة في التيسينة راه بالك هذه 47 دكتوراه ما في التيسينة ثم فين غادي نشرحها كان اللي وليها سي بوا سان غادي نحتاج إلى سمحتي الصمت كامل والتركيز كامل ومازال نبذا غساكن كان ديماري صافي. السؤال قد في بسيطة يعني القرآن قطعي ولكن السنة فيها وفيها اللي كو يهديني السنة قطعية. نعم ديني دنا الوث مثلنا أين فغير ماشي دوا هه خطر أولاد السنة إن هو إلا وحي يوحى ربنا ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. معلش يلا هرنو استهدث معلش الجواب بسيط الدينيض السنة قطعية ثبوتا جملة من حيث الجملة كنت في كامل الإجابة من حيث التفصيل. أعيد السنة مثل القرآن تماما في القطعية ولكن جملة لا تفصيلا إلى وري قفلا بلدين 23 سنة بأصلاة والسلام لم يتكلم وديفكار ما كانش لا مستحيل نقلا من حيث النقل نصوص الوحي الآية واضحة ما ينطق عن الهوى إذن فقد نطق. ماذا نفهم من هذه الله ما ينطق عن الهوى؟ تبعني مليح لو كانوا تسوي ضرع 10 قواعد 10 لسكانير وجمع تفهم الآية 10 دلالة النص دلالة العبارة دلالة الإشارة لحن الخطاب فحوى الخطاب أثنت جمع ذاك وقاذا قياك 10 باش نفهم الوحي قصة في ما ينطق عن الهوى. النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالقرآن ونطق بالسنة ما نطق به قرآنا ثابت قطعا وما نطق به في السنة ثابت قطعا في الجملة لا في التفصيل. نعم نعم التفصيل ذين دنم سواسوا التفصيل دنم السنة المتواترة ثابتة قطعا والسنن الأخرى متفاوتة في الثبوت مثل السنة الظنية في الثبوت خبر الأحاد أحاديث الأحاد ليست ثابتة بالقطع ليست ثابتة بالتواتر. ركزوا معايا إذن لذلك واش قال علاش يستخدم قد تاج الدين السبكي والحق معنى رجح كما قال قبيلة الأصح والحق أن الأدلة النقلية يقصد القرآن والسنة مقابل الأدلة العقلية قد تفيد اليقين. متى تفيد اليقين؟ دقي بانضمام تواتر أو غيره أثنى كشمال التواتر
يعني ذا حدث بوال ما استرنوا التواتر فيرقى إلى مستوى القطع واليقين إمدهن أو غيره. واش يقصد؟ يقصد الإجماع. راكم تشوفوا مثلا في الأدلة دليل من القرآن، دليل من السنة، دليل من الإجماع. واش نديروا بالإجماع مادام هناك القرآن والسنة؟ لا، المراد بذلك أين تكمن قوة الإجماع في وحدة الفهم. ميل الصحابة مجمعا في يون الفهم، يون المدلول، يون المعنى، ذاك يصبح الإجماع. شوف القوانس يتفورتي فيه يتسكفوذ المعنى المراد. طيب أدرنو خير التفاصيل صافي. من حيث الثبوت أثنى مسفام السنة النبوية ثابتة قطعا مثل القرآن في جملتها، ولكن في تفاصيلها لا، هناك ما هو قطع.